أطمن جميع المشاهدين أن السفارة بحمد الله قائمة وتقوم بجميع أعمالها المعتادة اليومية، ويعني سبحان الله للمصادفة أو قدرا أنه الخبر يعني ظهر إلى وسائل الإعلام وإلى الصفحات، ونحن في وسط ندوة ضمن السفارة، ندوة حول مآلات الحل السياسي للدكتور أحمد القربي من مركز الحوار السوري. وأنا أثناء الندوة يعني كنت أتصفح وسائل التواصل، فتفاجأت بالعدد الهائل من الرسائل من الأصدقاء ووسائل الإعلام حول هذا الخبر، فبدأت يعني أرسل لهم من قاعة السفارة حيث الندوة، فبدأت أرسل لهم الرسائل أن نحن هنا في السفارة ومجتمعون مع أبناء الجالية والباحثين في هذه الندوة، والسفارة طبعا يعني لهذه اللحظة تقوم بجميع الأعمال، تستقبل المراجعين يوميا، نستقبل المراجعين لتيسير الأوراق كما ذكر التقرير وكما ذكرت حضرتك في جميع المستويات القنصلية والقانونية والثقافية.